يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها لقطاع غزة عبر معبر رفح الدولي. وللمزيد معنا للتفاصيل أكثر مراسل التلفزيون المصري من العريش محمود جميل. محمود، بعد التحية، ضعنا في تطورات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأهالينا في فلسطين. تحياتي لك دينا ولكل السادة المشاهدين. يعني نتواجد تحديدا في هذه الخدمة الإخبارية في النقطة الأولى التي يتم من خلالها تجهيز واستقبال وتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية، وهو مركز الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر. هنا تكون البداية في تجهيز المساعدات والعمل المستمر لمتطوعي الهلال الأحمر في تجهيز أكبر عدد من الشاحنات، يعني تمهيدا لإرسالها إلى معبر رفح البري دخولا إلى قطاع غزة. وكما تتابعين معي الآن، هذه الشاحنات التي يتم تجهيزها في هذه اللحظة عبارة عن بعض البطاطين وأيضا المستلزمات الخاصة بالأطفال وأدوات العناية الشخصية. يقومون بتجهيز هذه الشاحنات وفقا للإجراءات والضوابط المتبعة في عمليات التفتيش في منفذي كرم أبو سالم والعوجة، ثم تدخل مباشرة هذه الشاحنات إلى المنفذين تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة. هنا مجهود كبير يتم في تجهيز هذه الشاحنات، نتحدث عن وجود أكثر من 10 شاحنات موجودة داخل هذا المركز، بالإضافة إلى الشاحنات المتواجدة خارج هذا المركز أيضا، تم تجهيزها بعدد من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والتي ستذهب مباشرة إلى معبر رفح البري. مجهود كبير تعمل هنا من خلال الهلال الأحمر المصري في تجهيز كل هذه المساعدات. إذا ما تحدثنا أيضا على الجانب الآخر في معبر رفح البري الذي لا زال يستقبل كل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين، نتحدث اليوم تحديدا المعبر حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم استقبل 27 مصابا، بالإضافة إلى 31 مرافقا لهؤلاء المصابين، بالإضافة إلى دخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة. بالأمس كان هناك زيارة للمركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات للمراسلين الأجانب، وتم الإعلان من الهيئة العامة للاستعلامات خلال هذه الزيارة على المجهود المصري المبذول في إدخال المساعدات. حتى 31 من يناير الماضي تم دخول 10,940 شاحنة من خلال بوابة معبر رفح البري، بالإضافة إلى استقبال عدد من المصابين والجرحى. وصل هذا العدد حتى 31 من يناير أيضا إلى 1693 مصابا، بالإضافة إلى 1888 مرافقا، بالإضافة إلى استقبال أيضا مزدوجي الجنسية ورعايا الدول الأجنبية. أيضا حتى هذا التاريخ تم استقبال أكثر من 27 من رعايا الدول الأجنبية ومزدوجي الجنسية، يتم تقديم كل الخدمات المختلفة لهم دعما لهم وتنفيذا بالطبع لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء في قطاع غزة. بشكرك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من العريش.